أي باب من هذه الأبواب تختارون؟ إن شاء الله الخط والزخرفة. إذن باب الخط والزغرفة، ونذهب مباشرة إلى هذا الباب ونشاهد السؤال. يقول السؤال في هذا الباب: من هو رئيس جمعية الخطاطين العراقيين حاليا؟ هل هو الأستاذ حيدر الربيع، أم الدكتور روضان بهية، أم الأستاذ عباس البغدادي؟ نطلب حذف إجابة. حذف إجابة. حذف إجابة إن شاء الله. فقد عباس. إذن. حيدر الربيع. نطلب من الكنترول أن يساعدنا في حذف إحدى الإجابات الثلاث. هذا روضة. والإجابة التي تم حذفها هو الأستاذ حيدر الربيع. تم حذف الإجابة الأولى الأستاذ حيدر الربيع، متبقي إجابتين، أي هذه الإجابتين سيتم اختيارها؟ الأستاذ عباس البغدادي إن شاء الله. الأستاذ عباس البغدادي، تثبتون على هذه الإجابة؟ تثبت على هذه الإجابة إن شاء الله. نتمنى أن تكون إجابة موفقة لجامعة العميد في هذا السؤال الرابع. كيف تقيمون هذه الإجابات؟ هل كانت صحيحة، صائبة أم خاطئة؟ بالنسبة إلى سؤال رئيس جمعية الخطاطين العراقيين حاليا، الإجابة كانت خاطئة، والصحيحة هي الدكتور روضان بهية هو رئيس جمعية الخطاطين العراقيين. فأمنيات لكم موفقية إن شاء الله في الأسئلة القادمة. إن شاء الله أوفر فيها الأسئلة القادمة. من عام أستاذ أحمد؟ الدكتور روضان بهية هو من الموفقين، أنه أكثر مدونات حرم أبي الفضل العباس عليه السلام كتبت بخطها الأكثر، حتى الكتابة التي على الضريع وعلى الأبواب التي حول الضريح. أحسنتم، شكرا للإضافة أستاذ.